السلام عليكم، أسعد الله يومكم وكل أوقاتكم يا رب. اليوم بإذن الله راح أسوي معاكم المضبي في الفرن على طريقتي. طبعا المضبي احنا عارفين أنه على حجر يتسوى، لكن في الفرن وبطريقة جدا جميلة حتعجبكم بإذن الله. عشان كذا قلت على طريقتي، لأن في ناس ما تتبل المضبي على طول تشوي، أنا لا، أنا أضيف الإضافات كذا تعطي مزازة إحنا نحبه بهذه الطريقة. عشان كذا أقول على طريقتي، لأن في ناس كثير لما أنزل وصفات سبحان الله إلا يدخلوا يعترضوا، ليش كذا، ما يتسوى كذا، ما يتقدم كذا. يا ناس، أنا ما قلت هذا الأصلي، هذه الوصفة الأصلية، أنا هاوية الطبخ فعلى طريقتي. هنا أدق، شايفين العظمة هذه، أدقها، معلش وأنا أدق أتحرك الكاميرا، لأني أبغى الصدر ينفرد شوية زي المضبي لما نشتري جاهز، كيف مفروض الصدر زي كذا. شايفين كيف دقيته، حدقه كمان أكثر من كذا، أبغى ينفرد أكثر، يعني ما يكون زي ما هو، لا لازم شوية ينفرد، فعشان كذا أدقه. وبرضو راح أسوي فتحات فيه سواء في الساق أو في الصدر، حتشوفوا دحين معايا، برضو هذا دقيته وحأرجع أدقه مرة ثانية أكثر، ينفرد أكثر من كذا، يستوي أسرع ويطلع الشكل أجمل قريب من الجاهز. عندي هنا ليمون أفرك فيه الدجاجة من جوا ومن برا. على طار النقد، النقد على الوصفات، آخر شيء اللي نزلته أو قبل الأخير، قبل آخر فيديو، اللي هي المكرونة اللي أقول لكم أكلتها في المطاعم اليمنية، كثير دخلوا، مين قال لك إن هذه طريقة يمنية، إحنا نعرفها من زمان. حبايبي، أنا قلت أكلها في المطاعم اليمنية وتعجبني، وعرفت إن السر في اللون، حمسة البصل زيادة. ما قلت هذه طريقة الطريقة من اليمن، ولا قلت الطريقة الأصلية للمكرونة اليمنية، عارفة إنه نعرفها من زمان، وقلت لكم في الفيديو إحنا نسويها ونسميها مكرونة الطيبين، بس الفرق إنه حمسة البصل تفرق. حتى كثير دخلوا علقوا قالوا صح، حتى لما تحمسي بالنسبة للرز أو الكبسات تحمسي البصل زيادة يعطيكي نتيجة أفضل. فلا تشدوا حيلكم، في عندك كلمة حلوة قوليها، ما عندك، ما عجبك الفيديو اخرجي منه وبس. ودائما أقول على طريقتي، هذا اللي يأكله أهل بيتي. هنا سويت فتحة في الساق زي ما أنتم شايفين، ضروري هذه الفتحة عشان يدخل الحرارة ويستوي الدجاج تمام. وما أحاول أنك ما تأخذي دجاج كبير كمان. وبرضو سويت فتحات في الصدر زي ما أنتم شايفين. حطيت هنا في الصحن اللي حتبل فيه عندي ليمون، هحط بصل بودرة، الأفضل يكون بودرة، ما تحطي حبات، لأنه مع الشوي سواء بصل أو ثوم حينحرق ويصير مو حلو. فحطيت بصل بودرة، وحاضيف فلفل أسود، وكمان ثوم بودرة وملح، هي هذه التتبيلة. إذا كنت متعودة أنك تسوي المضبي بدون تتبيلة، جربي هذه الطريقة، مرة حتعجبك، يعني يعطي كذا مزازة وطعامة كذا في الدجاج بعد ما يستوي، مرة طعم. خلاص أخلط المكونات هذه كلها، وكل ما قعد في التتبيلة أكثر كل ما أعطاك نتيجة أفضل، يعني أفضل لما تمسك التتبيلة. أي شيء يحتاج له تتبيل خليه، يعني وقت، أنا حخليه ساعة، هغطيه خليه على جنب وخليه ساعة كذا تمسك فيه الحموضة. أنا هنا ضفت ليمون بس، ما ضفت يعني خل أو شيء ثاني، ليمون بس. إذا ما أدري، أنا أحس الليمون أفضل في تتبيل الدجاج بالذات. خلاص أوزعه، وأحاول كذا بعد ما أوزع الصوص بيدي كذا أغلغل من جوا ومن برا، أدخل الصوص فيه عشان أتأكد إنه وصل لكل مكان، الفتحات من جوا، الصدر. طبعا هي نزلت لين تحت الليمونة والتتبيلة، فحتمسك فيه. شايفين كيف؟ حاول إنه يوصل لكل مكان. أغطي وحتركه على جنب زي ما قلت لكم ساعة. طبعا عشان الجو لسه عندنا ما برد مرة، فحدخله الثلاجة أضمن. عندي هنا الصينية هذه غلفتها، صينية تيفال عادية، غلفتها بقصدير عشان وقت ما ينزل الصوص.
وقت الشوي حتنحرق الصينية، فما أتعب وقت التنظيف، مجرد أني أشيل القصير وأرميه. وهذا الشبك إذا تتذكروا كم مرة استخدمته في وصفات، استخدمه دائما للشوي. أنا من فين جبته؟ ممكن في أواني المنزلية، متوفر في كل مكان. وبرضو لو عندك شواية اللي هي الشواية الكهربائية، برضو تقدري تاخذي الشبك اللي عليها. هنا أحط قطع الدجاج، أرصها. طبعا الفرن شغلته، لازم فرن حامي، ما تدخلي المضبي على فرن دوبك مشغلته، لا، خليه يسخن تماما على أعلى درجة. وطبعا شغل الشفاط، لأن كل ما فتحت الفرن هيخرج الدخان وينكتم المطبخ، فشغل الشفاط إذا عندك، أو افتح الشباك شوية عشان تخرج الريحة. هدخله الفرن زي ما قلت لكم، أتركه أقل من ساعة. أنا معايا أخذ ساعة، هو من ساعة لساعة ونص حسب حجم الدجاج. هنا هسوي جنبه سلطة الطحينة، الطريقة العادية، طحينة وضفت عليها خل، إذا تحبي ليمون، فلفل أسود وملح، بس ما هضيف شيء ثاني. هخليها شوية ثقيلة، يعني بحيث إنه لما نغمس فيها قطع الدجاج أو نضيفها على الرز تكون ثقيلة، ما تكون مرة خفيفة. هقدم معاه برضو رز، هسوي رز الآن، ويتقدم جنب المضبي برضو عسل، يعني من الأشياء اللي تتقدم عادة طحينة عسل ورز. هنا أشوف أشيك على الدجاج، لسه طبعا يحتاج وقت. هذا الرز ما في أي شيء، زيت حمست فيه الرز، أضيف بهار صحيح، ورق غار، قرفة وهيل وفلفل حار وموية مغلية وملح، بس ما في، يعني عادي، طريقة عادية. بعدين حادخنه وحضيف عليه بودرة زعفران، هو اللي حيعطي طعم. هنا راح أدهن الدجاج، طبعا لسه يحتاج تحمير، راح أدهن زيت بين فترة وفترة، أفتحه وأدهن زيت، يعطيه لمعة ويخلي تحميره حلو، يخلي اللون كذا حلو زي الجاهز. يعني كل ربع ساعة 10 دقائق افتحي وادهني زيت، أي زيت. هنا الرز تقريبا شرب مويته، أضيف بودرة الزعفران، أرش كذا بس على الوجه وأخليه يكمل يشرب باقي الموية. هنا بعد ما استوى الدجاج، شايفين اللون ما شاء الله، ضفته على الرز وأدخنه كله. لما تدخني حاولي أنك تدخني بسمن، يعني يفرق عن الزيت، يعطيك نتيجة قوية للشوي أكثر. هنا خلاص غرفت الرز، حطيت عليه الدجاج، زينته ببصل وليمون، وهنا الطحينة، سويت سلطة حارة وجنبه العسل، يعني طعم ولذاذة والله في منتهى الجمال. جربيه بإذن الله يعجبك، جربوا على طريقتي بإذن الله يعجبكم. وعلينا وعليكم بألف عافية.